كما كتعرف احنا جينا للمدينه الدار البيضاء باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه، لان هي اما نديو نقطه ولا الا فزنا غادي نكونوا حققنا الاهم اللي هو اننا نبقاو ديما في كوكبة المطاردة. كما كتعلم ان فريق رجاء فريق اللي منظم، فريق اللي كيلعب كرة، حنا جينا دافعنا عن الحظوظ ديالنا، ما تاثرش لينا اننا باش خصوصا تسجل لنا هدف في الدقائق الاولى اللي ما خلاناش اننا نكملوا بالبلون اللي كنا جايين به باش نجروا المقابلة لاكثر وقت ممكن. وهذا مقابلة حنا ربحنا فيها بزاف الحوايج، لان كنشوفوا ان الفريق كان منظم، لعب كرة جميلة، كان ند الفريق رجاء البيضاوي، رغم ان النتيجة ما كتعكسش ان الفريق اولمبيك اسبي كان فريق اليوم فريق اللي كان منظم، واتاحوا لنا عدة فرص اللي كنا نسجلوا فيهم ونحققوا النتيجة اللي كانت على الأقل تكون هي التعادل. لكن احنا راضيين على الأداء ديال الفريق وديال اللاعبين، وحنا إن شاء الله باقي أمامنا المقابلات، وإن شاء الله نحققوا النتائج اللي تخلينا ديما في الصفوف الأمامية. وكان من هذا المبربر ديالكم كنبغيو نعتذروا للجمهور ديالنا، لانه كان عقد عندنا واحد الامل كبير، وهذا هو اللي كاين كره القدم. احنا ما استطعناش باش نديو واحد النتيجه ايجابيه من قلب الدار البيضاء، وان شاء الله نعوضوها في المقابلات الناجيه ان شاء الله.